مفيدة إن شاء الله، هنحاول ندخلها معانا ونتكلم فيها في السيشن اللي بعد كده. بالنسبة للنهاردة إن شاء الله، النهاردة السيشن بتتقسم لتو بارتس. الجزء الأولاني هتكلم على وسائط التبريد، والجزء ده هيبقى بسيط جدا، مش هتعدى إن شاء الله إلا 10 دقايق. بعرفك بيها على وسائط التبريد وأخطاره وإيه البدائل ومركبات التبريد اللي هي ضارة بالبيئة. الجزء الثاني من السيشن إن شاء الله هيبقى على الكمبريسورز، هنتكلم على ضواغط التبريد. محضر لك فيها شوية شغل كويسين جدا، وجايب لك فيها أنواع الضواغط بالساعات المختلفة ليهم، وطبعا جايب لك المكونات الداخلية بالحركة اللي موجودة اللي بتحصل جوه الكمبريسور نفسه. فإن شاء الله هتجمع داتا كويسة جدا على موضوع الكمبريسور. هو ده النهاردة إن شاء الله موضوعنا، وسائل التبريد والكمبريسور. في البداية بحب نتكلم على المحاضرة اللي فاتت. حد كان عنده سؤال مثلا فيها؟ ولو في أي أسئلة يرجى مثلا حد يبعتها لي على الخاص. في البداية أحب نسأل سؤال. ابتدينا السيشن اللي فات بأسئلة بسيطة، أو بنتكلم في موضوع بسيط وهي كانت أساسيات التبريد. كان موضوع بسيط جدا بس كنا لازم نبتدي بيه. وفي البداية إحنا عرفنا التبريد. حد من الناس اللي حضور، أنا شايف الناس بدأت تخش، يقدر يعرفني يعني إيه تبريد؟ عايزين المحاضرة ما تبقاش كلها إلقاء، يعني أنا محتاج الناس تتجاوب معايا عشان نقدر إيه نطلع بمحاضرة شيقة. هندسة، يا دكتور مع حضرتك، دخل يا ريت. حد عايز يتكلم؟ تمام، يا ريت لو حد عنده اي سؤال يعمل ريز هاند او يرفع ايده وانا هفتح المايك على طول. يا ريت لو حد عنده اي سؤال في المرات اللي فاتت يرفع ايده وانا هفتح المايك على طول. اتفضل. اتفضل باشمهندس احمد. التبريد وعملية خفض درجة حرارة وسط أو شيء معين عن طريق إن أنا بسحب منه كمية حرارة معينة فتنخفض درجة حرارة. بمعنى خفض درجة حرارة تكون أقل من الوسط اللي إحنا موجودين فيه، يعني أنا بردت درجة الحرارة، ده تبريد. تمام جدا، شكرا بالظبط. جدا. طيب اتكلمت على أساسيات التبريد، واتكلمت على دايرة التبريد البسيطة خالص اللي هي بتتكلم على الأجزاء الأساسية للدايرة اللي هي 4 بارتس: الكوندنسر، الإيفابوريتور، الكومبريسور، الإكسبانشن فالف. اتكلمت على موضوع الإيفابوريتور بيحصل فيه هيت ترانسفير، والكوندنسر نفس الكلام بيحصل فيه التنصيب. في خلال الكوندنسر او الايفابوريتور بيحصل فيه تبادل حراري، وبيتحول فيه مركب التبريد من حاله لحاله. يعني لو انا مسكت مثلا الايفابوريتور بيتحول فيه مركب التبريد من ليكويد لفيبر. حد من القاعد يقدر يقول لي ازاي بيتحول من ليكويد لفيبر؟ يعني هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه مواسير، مجموعه مواسير يخش لها سائل مركب تبريد، يطلع بخار مركب تبريد. ايه اللي حصل جوه المواسير؟ حد عنده هبه؟ احنا عايزين بس ايه نسخن المحاضرة، فعايزين الناس تجاوب معانا. حصل تبادل حراري بين الفريون وبين اللي هو وسيط التبريد وبين الهواء مثلا، فبالتالي الفريون درجة حرارته اختلفت فتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. تمام، حد عنده اجابة تانية؟ هو بيحصل تبادل حراري بين المنتجات اللي داخل المبخر وبين الغاز اللي هو وسيط التبريد اللي هو جوه الدائرة، فبيعمل عملية تبادل حراري بينهم وبين بعض، فبيعمل اختلاف درجات الحرارة، فبتحول من صورة لصورة أخرى. تمام، حد عنده إجابة ثالثة؟ الإجابتين صح. مركب تبريد بيجي لي بيدخل على الإكسبانشن فالف. الإكسبانشن فالف بتعمل إيه؟ بتعمل على خفض ضغط مركب التبريد. بتخلي مركب تبريد يجي من منطقة ضغط عالي لمنطقة ضغط منخفض. أولاً بتحوله للرذاذ. مركب التبريد عشان يتحول من الحالة الليكويد للفيبو لازم يمتص حرارة. لازم اخلي مركب التبريد يغلي، واحنا قايلين مركب التبريد بيغلي عند درجه حراره منخفضه. لو انا خليته يغلي يبقى انا كده حصلت على التبريد، حصلت على البروده اللي انا عايزها، وتحول مركب التبريد من ليكويد
لفيبر. وايه تاني؟ ده تحول مركب تبريد من ليكويد وليفر، زائد ان انا هو خد عمل زي الكلام ده اللي هو امتص الحراره اللي هي المحيطه، وبالتالي حصل على التبريد. انا حصلت على التبريد وهو حول مركب التبريد من ليكويد لفيبر، دخل الكمبريسور فيبر. تمام؟ العكس تماما بيحصل في الكوندنسر. حد عنده خلفيه الكوندنسر كان بيحصل فيه ايه؟ الكوندنسر كان بيحول مركب التبريد من صوره لصوره، كان بيحوله من بخار لسائل، من فيبر لليكويد. حد يعرف ليه كنا بندخله على الكوندنسر اساسا؟ الناس رجاله التبريد والتكييف. هو بيدخل على الكوندنسر برضه عشان يبرد نفسه، عشان يتحول من صوره لصوره اخرى، في نفس الوقت بيعمل عمليه تبادل حراري بينه وبين الهواء المحيط بيه، سواء كان بيعمل تبادل حراري بفورسد او ناتشرال، علشان يعمل يحوله من صوره لصوره اخرى. تمام، الله ينور عليك. انا مركب التبريد طلع لي من الايفابوريتور فيبر، طلع لي بخار. عشان يحصل موضوع التبريد في الايفابوريتور لازم ادخله سائل. طب خلاص انا طلع من الايفابوريتور بخار، اعمل ايه بعد كده؟ محتاج ان انا ارجعه تاني الايفابوريتور في صوره سائل. مركب التبريد في صوره بخار عشان احوله لسائل لازم اعمل فيه حاجتين، لازم اضغطه عشان اقرب جزيئات الغاز من بعض، ثانيا لازم ابرده. ابرده بقى ابرده عن طريق الايه؟ الكوندنسر. عشان كده بيحصل عمليه التبريد الكوندنسر، وبالتالي بيحوله من صوره لصوره. ثانيا عشان احوله لازم اضغطه، واضغطه عن طريق الكمبرسور اللي هو موضوعنا النهارده، الكمبرسور. نيجي نخش على الجزء الاولاني من السيشن ان شاء الله، هنتكلم على وسائط التبريد. ايه اللي هناخده النهارده؟ ايه اللي هندرسه النهارده في موضوع وسائط التبريد؟ هو موضوع بسيط جدا، طبعا هنحتك بيه بوسائط التبريد، مش هنتعمق فيه. انا عايز اعرف ايه الخواص اللازمه لوسيط التبريد، اتعرف على الوان الصوانات مركب التبريد، ثالث حاجه ايه هي الخصائص الحراريه لوسيط التبريد، يعني مثلا ايه الفرق بين وسائط التبريد، او مثلا درجات غليان مركب التبريد المختلفه. لكل مركب تبريد درجه غليان، وده هنعرفها النهارده. اتعرف على استخدامات وسائط التبريد والاكثر انتشارا، تاثيره على البيئه، ايه هي وسائط التبريد البديله، واخيرا خطوره الفريون على الانسان. نيجي نمسك اول حاجه الخواص الحراريه او الخواص اللازمه لوسيط التبريد. الحاجات البسيطه، لازم يكون غير ضرب البيئه اللي هي طبقه الاوزون، يكون غير سام، يكون غير قابل للانفجار، ما يعملش تآكل في مواسير، بيكون سهل اكتشافه عندما يتسرب، درجة غليانه بتبقى منخفضة، ودي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت. الحرارة الكامنة ليه لازم تبقى عالية. يجب أن يكون غير ضار بجسم الإنسان عند التلامس. لكل اسطوانة فريون لون، يعني أنا لو شفت واحد ماشي رايح يعمل صيانة مثلا لأي حاجة، لما أشوف معاه اسطوانة مركب التبريد أنا عارف هو راح فين. يعني أنا مثلا فريون 12 لونه اسطوانه ابيض، انت واخد بالك؟ اول ما اشوف الاسطوانه لونها ابيض انا عارف دوت فريون 12 من غير ما اقرا اللي عليها. واحد رايح وشايل اسطوانه لونها اخضر، خلاص انا عارف ان دوت معاه اسطوانه 22، ده راح يصلح ايه؟ تكييف. الاولاني ده كان رايح يصلح ثلاجه، وهكذا في بقيه الفريونات. الخواص الحراريه لوسيط التبريد، نبص مع بعض بقى، السلايد ده مهم جدا. الخواص الحراريه لوسيط التبريد، انا عايز اتعرف درجه غليان كل مركب تبريد. نبص كده فريون 11 عند 23.7، نمسك بقى من اول 12 سالب 29، 13 سالب 81، فريون مثلا 134 ايه عند سالب 26. ايه الكلام ده؟ ده معناه ان اسطوانه مركب التبريد مثلا لو فريون 12، لو انا جبت الاسطوانه دي
وقلبت الاسطوانه وفتحت المحبس وطلع مركب التبريد، هلاقي درجه الحراره بتاعت السائل مركب التبريد بتوصل لسالب 29.4 من 10. دي درجه غليان مركب التبريد عند الضغط الجوي. ومن خلاله بعرف اقل مركب تبريد، اقل درجه غليان فين، يعني ار 13 ده عند سالب 81 ده اكيد بستخدمه في استخدامات بتحتاج درجه حراره منخفضه جدا. معايا يا جماعه؟ استخدامات وسيط التبريد هنا في السلايد دوت. انا طبعا انا هخلص البرزنتيشن ده واحط لك ملف البي دي اف لمركبات التبريد. تقدر تشوف فيه اي حاجه ممكن تحتاجها. لو انت مثلا مدرس وحابب انت تعرضه على الطلبه، ممتاز جدا، اللي هو بيلخص موضوع مركبات التبريد. لو باجي بتكلم على ثلاجات منزليه، فانا بستخدم وسيط تبريد 12 او 134 ايه. نبص بقى على فريون 13 اللي انا قلت لك عليه، اللي هي درجه غليانه عند سالب 80، بيستخدم في التطبيقات ذات درجات الحراره المنخفضه جدا. فريون 134 في مكيفات هواء السياره، فطبعا فريون 22 بستخدمه في اجهزه التكييف. هنا بيجيب لي بيقول لي وسيط التبريد والله كذا، بيقول لي نوع الضغط المستخدم معاه ومجالات استخدامه فين. يعني مثلا فريون 12 انا بستخدم سنترفيوجال كومبريسور، ضغط طرد مركزي او ضغط ترددي او ضغط دوراني، بيستخدم فين؟ في انظمه التكييف الكبيره. طبعا في الثلاجات المنزليه فريون 12 عارفين بيشتغل طبعا في التكييف المنزلي، بستخدم فيه ضغط ترددي او طارد مركزي. دي انواع الفريونات والضغوط المستخدمه معاها. تاثير البيئه لوسيط التبريد المختلف. في اتفاقيه مونتريال لحمايه طبقه الاوزون كانت بتتلخص في ايه؟ محتاجين ان هم يتخلصوا من وسيط التبريد بالذات فريون 11 و12 في الفتره لحد سنه 2000. وسائل التبريد اللي هي الكلوروفلوروكربون سي اف سي عايزين يتخلصوا منها في فتره ما تعديش 2030، وبالذات خاصه فريون 22 اللي احنا بنستخدمه في التكييف. طبعا حطوا طبعا انا هتخلص من فريون 22، طب في بديل؟ طبعا حاطين البدائل بتاعت الفريونات، ودي اللي انا هوريها لك دلوقتي. وسائل التبريد البديله، يعني مثلا هنا انا بتكلم على وسائل التبريد اللي لها تاثير على طبقه الاوزون، عندي فريون 11 عندي فريون 12، ده اكثر تاثير على طبقه الاوزون. بيجي بعدها فريون 22 وفريون 502. طب يا جماعه انا هتخلص من الكلام ده، ماشي، طب وبعدين؟ طب ايه البديل؟ ايه البديل للكلام ده؟ طبعا فريون 11 عمل بديل ليه فريون 123. فريون 12 عمل ليه البديل فريون 134 ايه ده اللي احنا بنستخدمه في الثلاجات. فريون 22 المشهور في اجهزه التكييف البديل ليه فريون 407 وفريون 410 ايه. فريون 502 البديل ليه فريون 507 و404. تتلخص الموضوع من خلال السيشن اللي احنا بنتكلم فيه النهارده وانا بتكلم على وسائل التبريد، يهمني دلوقتي والله انا شغال في فريون 12، طب ايه البديل ليه؟ البديل ليه 134 ايه؟ في ناس لحد دلوقتي ما تعرفش ايه البديل لفريون 22؟ فريون 22 البديل ليه اللي الناس بتستخدمه دلوقتي 410 ايه؟ طيب واتكلمنا عليها؟ اتكلمنا وقفنا هنا. وسائل تبريد صديقة البيئة اللي احنا قلنا عليها اتش اف سي. ايه اتش اف سي ده؟ ده اختصار لهيدروفلورو كربونز. تي اتحطت بديل لوسائل التبريد القديمه اللي هي اتش سي اف سي وسي اف سي. ايه هي الاتش سي اف سي؟ دي الهيدروكلوروفلورو كربونز. السي اف سي اللي هي كلوروفلورو كربونز. طبعا مركبات التبريد والبديل ليها. انا في السلايد دوت بقول لك اسطوانه مركب التبريد لما نيجي نملاها خلي بالك لازم تتملي 85% من ساعتها الكليه عشان ما يحصلش انفجار لاسطوانه مركب التبريد، ولازم تزود باسطوانه بصمام امان يفتح تلقائيا عند زياده الضغط. يعني لو الضغط زاد جوه الصمام دوت يفضح عشان يقدر اقلل الضغط جوه.
لمعرفة أداء دورة التبريد الانضغاطية بيبقى عندي، بقدر أعرف الكلام دوت عن طريق اتنين من الخريطة. في خريطة البي اتش ديجرام ودي هندرسها مع بعض، وفي خريطة التي اس ديجرام. البي اتش ديجرام اللي هي خريطة الضغط والانصاب، البريشر والانصاب. اما خريطة الحرارة والانتروبي اللي هي التي اس ديجرام. احنا الاشهر طبعا في شغل احنا بنشتغل على البي اتش ديجرام. طبعا هندرس الكلام دوت مع بعض. طب انا اخر حاجة بقى في السلايد بقول لي خطورة الفريون على الانسان. الفريون ليه خطر على الانسان، ممكن يأثر على الجهاز العصبي وضربات القلب والكبد بالإضافة للكليتين. بيشم كمية كبيرة من الغاز ممكن يؤدي إلى موت الإنسان. طبعا بيعمل لي تهيجات واختلالات في الإنسان، في خصوصا في الجهاز العصبي والهضمي. في كمان إن طبقة الأوزون بتتأثر بتسرب مركب التبريد. طب إيه اللي بيحصل؟ بيحصل لها تآكل وبتقلي، وبالتالي بتتعرض لأشعة الحمراء والفوق البنفسجيه. طب انا لو اتعرضت للاشعه ديت ايه اللي بيحصل لي؟ ممكن يؤدي لسرطان الجلد. سرطان الجلد دوت بيجي من تعرضنا للاشعه الحمراء والفوق البنفسجيه، اللي هي بتيجي اساسا من تسرب مركب التبريد وبالتالي تاكل طبقه الاوزون. انا كده انتهيت بالنسبه لوصاية التبريد. ايه اللي هدرسه النهارده؟ أنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة أنا بتكلم النهاردة على أتعرف على وظيفة الضغط، وكنا اتكلمنا على الموضوع ده في المحاضرة اللي فاتت. في الجزء ده أنا هصنف الضوابط وأنواعها، هجيب لك أنواع الضوابط كلها، أعرفك المكونات اللي موجودة جوه الضغط، أعرفك بالحركة اللي بتحصل جوه، وكمان نتكلم على تطبيقات الضوابط. الضوابط دي بتستخدم فين؟ في البداية يهمني السلايد ده قوي، لأن أنا في السلايد دوت بصنف فيه الضغط، لإما من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي، أو من حيث وفقا لزيادة الضغط. من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي عندي 3 أنواع، عندي الضغط المفتوح، النصف محكم أو النصف مفتوح، أو محكم الغلق. ده من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي. الكلام ده ممكن يطبق على كل انواع الضغط. طيب بالنسبه بقى وفقا لزياده الضغط بقسمهم لحاجتين، لاما موجبه الازاحه، ضوابط ذات موجبه الازاحه، او ضوابط ديناميكيه. الضوابط الديناميكيه عندي نوع واحد هو الضوابط الطارده المركزيه، وده يعتبر اكبر الضوابط الموجود واكثرهم قدره. طب الضوابط الموجبه الازاحه عندي بتتقسم لحاجتين، لإما ضواغط ترددية لإما ضواغط دورانية. الضغط الدوراني ده بقسمه ل3 حاجات، في منه الروتري اللي هو الضغط الدوراني، في منه السكرول اللي هو الضغط الحلزوني، وفي منه السكرو اللي هو الضغط اللولبي. نيجي كده مع بعض بقى نمسك، هصنف الضواغط حاجة حاجة. احنا قلنا وفقا لاتصال الجزء الكهربائي بالجزء الميكانيكي بيتم تصنيفهم ل3 حاجات، هرمتك اللي هو الضغط محكم الغلق، سيمي هرمتك اللي هو الضغط نصف محكم او نصف مفتوح، عندي اوبن كومبريسور اللي هي الضغط المفتوحه. ايه الفرق بقى بين ده وده وده؟ ايه الفرق بين الثلاثه؟ ناخد اول واحد ضغط محكم الغلق. يعني ايه ضغط محكم الغلق؟ الضغط احنا عارفين عشان تتم عمليه السحب والطرد في الجزء الميكانيكي محتاج ياخد الحركه. الحركه دي بياخدها من الجزء الكهربي. لما بقول ضغط محكم الغلق يعني معناه ان الجزء الكهربي والجزء الميكانيكي الاثنين موجودين بالاختصار في حاله واحده او في مكان واحد. والحالة دي زي ما احنا شايفين كده مقفولة. لو حصل أي مشكلة في الكمبرسور ده لازم بوم قاطع بصاروخ ومطلع وحل المشكلة. والضغط ده لو اتفتح بنسبة 70% باظ.
يعني من عيبه خلاص هو الضغط ما ينفعش يتفتح، او بنسبه كبيره لو اتفتح بيدوس. انا بفتحه بعد كده برجع الحمه، يعني معنى ان انا بتكلم على الضغط محكم الغلق، الجزء الكهربي والجزء الميكانيكي زي ما احنا شايفين كده، الجزء الكهربي اهو والجزء الميكانيكي الاثنين موجودين في مكان واحد في حله واحده ومقفول عليهم، وعندي 3 مواسير طالعه من الضغط اقدر اعمل عمليه الشحن والسحب والطرد منه. طب ده بالنسبه للضغط محكم الغلق اللي هو الهرمتيك. طب بقى السيمي هرمتيك اللي هو النص محكم، احنا نسينا نقول يعني الضغط المحكم الغلق متوفر بقدرات موجوده من 90 واط ل 18 كيلو واط. طب احنا عارفين لما اجي احول مثلا، كلنا بنتعامل بالحصان، لو انا عايز احول من واط لحصان عندك الحصان بيساوي 750 واط، او ممكن تجيبها مثلا تقول الكيلو واط بيساوي 1.34 حصان زي ما انت عايز. سيمي هرميتيك كومبريسور اللي هي الضوابط النصف محكمه، ده نص يعني بين الاثنين بين البنين، الضغط الجزء الكهربي والجزء الميكانيكي موجودين جوه، بس اقدر افصل، شوف المسامير ده، اقدر افصل الجزء الكهربي عن الجزء الميكانيكي وابدا افك الضغط وابدا احل المشكله. في مشكله في الجزء الكهربي احلها، في مشكله في الجزء الميكانيكي احلها، ده غير الضغط اللي هو محكم الغلق، لا هنا بيتفك الاثنين عن بعض بس هنا في مسامير افك واحل مشكلتي. ده موجود بقدرات متوفره من 370 واط، من 370 واط لحد 112 كيلو واط، وقلنا ال 1 كيلو واط بيساوي 1.34 حصان لو انت عايز تحول. نكمل الضغط المفتوح، من اسمه الجزء الكهربي لوحده والجزء الميكانيكي لوحده، وباخد الحركه يعني الجزء الكهربي اهو باخد الحركه منه للجزء الميكانيكي عن طريق سير، يبقى ده لوحده خالص وده لوحده، ممكن اشيل ده اغيره واجيب واحد تاني، وده طبعا ده الافضل، يبقى افضلهم هو الضوابط الايه المفتوحه، هتلاقيها موجوده بقدرات اكبر من الضوابط اللي محكمه الغلق والنصف محكمه. طيب احنا كده بقى خدنا من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي، انا عايز اخبي دي اي مشكله بس يلا. قلنا بقى ايه وفقا، احنا خلاص من حيث اتصال الجزء الكهربي بالجزء الميكانيكي احنا عرفنا اللي هم 3 انواع وخلاص الموضوع كده تمام ما فيش مشكله. عندي بعد كده بقى من حيث وفقا لزياده الضغط، عندي منه نوعين، ضوابط موجبه الازاحه، وهقول لك يعني ايه موجبه الازاحه، وضوابط ديناميكيه. طب ضوابط موجبه الازاحه بتعتمد على ايه؟ على زياده ضغط البخار عن طريق ايه؟ ضغطه وتقليص حجمه، بتقلل حجمه وبتزود ضغطه. طب ايه الامثله بتاعته؟ عندي ضغط ترددي ريسبوكيتنج كومبريسورز، وعندي النوع الثاني ضوابط دورانيه اللي هو الروتري. منها 3 انواع، في الروتري السكرول السكرو، ضغط دوراني ضغط دوراني ضغط دوراني حلزوني ضغط دوراني لولبي. فين الشكل ده؟ ده ريسبوكيتنج كومبريسور اللي هو الضغط الترددي، وهندرس مع بعض دلوقتي واحد واحد، وهناخد الحركه ديت ونشوف ايه اللي بيحصل جوه وايه المكونات دي اساسا. الضغط الترددي ريسبوكيتنج كومبريسور وهو موجود لحد 200 طن تبريد. عندي الضغط الدوراني الروتري وهوريك الحركه دي دلوقتي، بعد كده عندي السكرول اللي هو الضغط الحلزوني، بعد كده اخر حاجه الضغط السكرول هو اللولبي. طب نيجي بقى ناخد واحد واحد كده ندرسه مع بعض. طبعا احنا قلنا الضوابط الديناميكيه هنجي لها دلوقتي، ناخد بقى الضوابط الترددي. وصلنا دلوقتي للضغط الترددي، طب ايه مكونات الضغط الترددي؟ انا دلوقتي انا هعرفك الحركه بتحصل ازاي واوري لك فيديو دلوقتي. ايه المكونات اللي احنا بنشوفها دي؟ عندي هنا طبعا عندي المحرك بديله كهرباء بيديهاني حركه،
بيديني حركه ايه؟ بيديهاني حركه دائريه. انا عايز الحركه الدائريه دي احولها لحركه تردديه. احولها ازاي؟ عن طريق كرانك شيفت وذراع التوصيل او عمود الاداره وذراع. شوف الشكل عامل ازاي؟ لما ده ياخد الحركه دورانيه ايه اللي هيحصل؟ هيخلي الذراع ده طالع نازل. يبقى كده حول الحركه من حركه دورانيه لحركه تردديه. يبقى عند المكونات كرانك شيفت اللي هو عمود اداره، ذراع توصيل بيوصل من عمود الاداره او من كرانك شيفت للبيستون او المكبس. المكبس بيتحرك جوه اسطوانه. فوق خالص هتلاقي صمامين، ساكشن فالف وديسشارج فالف، صمام السحب وصمام الطرد. بص كده معايا، ساكشن لاين ده خط السحب. انا بسحب بدخل مركب التبريد في صوره بخار. خلي بالك البخار لما دخل على ايه؟ دخل ده دخل على المكونات كلها من جوه. وهقول لك ليه دلوقتي. اما غرفه او خط الطرد متصل بغرفه الطرد، ملوش دعوه بالايه؟ بالضغط ده خالص. هنا ايه؟ جوه. واخد من هنا على غرفه الطرد على الكوندنسر على طول. طب هو انا ليه سحبت مركب التبريد من الايفابوريتور تحت جاي مدخله على الايه؟ على الضاغط من جوه، وبعد كده دخلته على بلف السحب، سحب ودخل. هو طبعا لو انت جيت فتحت الضاغط هتلاقي ان الفتحه دي متصله بمحتوى الضغط من جوه، اما دي متصله بغرفه الطرد. ده انت لو جيت فتحته وبصيت على الكمبروسر من جوه. ليه؟ هقول لك انا ليه. اولا بيخش مركب التبريد جاي من ايفابوريتور، درجه الحراره بتاعته منخفضه، يعني جاي من ايفابوريتور، جاي من المبخر. انا بستفاد من درجه الحراره دي ان انا ببرد الاجزاء الميكانيكيه قبل ما ادخل على ايه بقى؟ على بلف السحب وابتدي ابدا اسحب. يبقى انا الهدف منه ان انا اقدر ابرد الاجزاء الايه؟ الميكانيكيه. واحد يقول لي طب هو يختلط مع الزيت؟ لا، مركب التبريد لما باجي استخدمه بستخدم معاه الزيت بتاعه، اللي هو ما ينفعش فيه اختلاط، ما ينفعش يحصل فيه ميكسنج. وبالتالي هقدر اسحب مركب تبريد بس من غير زيت. دخلت هنا على غرفه السحب، هعرفك دلوقتي ايه الحركه. المهم دلوقتي خلاص خدنا المكبس، الاسطوانه، صمام السحب، صمام الطرد. الضوابط الترددية بتتقسم طبعا لعدد الاسطوانات، في واحده بيبقى فيها اسطوانه واحده، في واحده بيبقى اكتر من اسطوانه، وانا هوريها لك دلوقتي الاسطوانه دي. الاسطوانه اللي هي ايه؟ اللي هو بيتحرك فيها المكبس اللي هي الجزء ده. في ضغط بيبقى فيه اسطوانه واحده، وفي ضغط بيبقى فيه اكتر من اسطوانه. طب وفي بيتم تقسيمهم طبعا لترتيب الاسطوانات، في واحده بتبقى راسيه وفي افقيه، وفي بتبقى اسطوانات على شكل حرف في او على شكل حرف دبليو. هوريها لك دلوقتي. نيجي نمسك كده ضغط ترددي، اسطوانه واحده زي ما احنا شايفين اسطوانه وجوه المكبس. هنا بقى ضوابط ترددية مرتبه، لما على شكل حرف في او على شكل حرف دبليو. طبعا دي فيها هنا اسطوانتين، دي ممكن يبقى فيها ست اسطوانات على حرف دبليو زي ما احنا شايفين كده. طيب انا عايز بقى اعرف هو الضغط ده بيسحب ويطرد مركب التبريد ازاي؟ هو في حركه بتتم ازاي من الحركه دي سحب مركب التبريد من الايفابوريتور ودخله على الكوندنسر. احنا قلنا ان الحركه، واتفقنا مع بعض ان الحركه بتيجي من الجزء الكهربي للجزء الميكانيكي، بيوصلها لي حركه دائريه، صح؟ وقلنا لما بتوصل هنا الحركه، دائريه، عمود المرفق وذراع التوصيل بيحولوها من حركه دورانيه لحركه تردديه. بيخلي المكبس ده بيطلع وينزل زي ما انا شايف كده. المكبس طلع، المكبس نزل. ايه اللي بيحصل لما المكبس بيطلع والمكبس بينزل؟ اقول لك انا، المكبس لما بيجي ينزل الضغط هنا بينخفض، يعني بيعمل عمليه شفط. انا عمال اسحب فبعمل عمليه شفط. لما باجي انزل بيحصل حاجتين. شوف انت، تخيل كده لما باجي هنا اسحب، المكبس ده بينزل تحت وعمال اسحب اشفط. ايه اللي بيحصل؟ البلف ده فتحته لجوه، البلف ده فتحته لبره. لما باجي اسحب هنا ايه اللي بيحصل؟ بقوم ساحب البلف ده لتحت، وبالتالي هقوم مدخل مركب التبريد اللي جاي من الفوبريت.
دي المرحلة الأولانية، حركة المكبس لأسفل. باجي بعد كده المكبس بقى في الحركة بقى التانية خلاص هيجي يطلع لفوق، إيه اللي هيحصل؟ هيزود الضغط هنا جامد جدا، وبالتالي هيعمل إيه؟ إحنا قلنا البلف ده فتحته لإيه؟ لجوه، صح؟ لما أجي أضغط عليه هقفله أكتر، وده لما أجي أضغط عليه هفتحه، وبالتالي لما يجي المكبس يتحرك لفوق أقوم قافل بلف السحب وفاتح بلف الطرد ومطلع مركب التبريد على الكوندنسر. دي العملية، ده الشوطين اللي بيحصل في الكمبريسور، السحب والطرد. احنا بنتكلم على الضغط ريسبوركيتنج كومبريسور اللي هو الضغط الترددي. فعملية السحب الشوط لأسفل ولأثناء الشوط لأعلى، عملت عملية السحب وعملت عملية الطرد. زي ما انا شايف كده بقسمها لك جزء جزء، هنا المكبس لفوق هيجي ينجز هينزل لتحت، الضغط هنا انخفض هيفتح البلف ده هيدخل مركب التبريد، هيجي يطلع لفوق هيزود الضغط هنا هيقوم قافل ده وفاتح ده ومطلع مركب بيه التبريد، ده الضاغط الترددي. نيجي هنا بقى بقسمهم لك، في واحد هيد وان هيد، في تو هيد، وفي ثري هيد. هنا بيحتوي على اسطوانتين، هنا اربع اسطوانات. احنا قلنا الاسطوانه اللي انا وريتها لك من شويه اللي بيتحرك جواها الايه المكبس دي، في اربع اسطوانات. طبعا ده على احجام الضوابط وقدرات الضوابط، بيزيد الهيد وبيزيد عدد الاسطوانات عشان يقدر يتغلب على الاحمال اللي ايه الموجوده. طبعا بنحط ده طبعا على حسب الدايره، دايره صغيره دايره كبيره، وبيتم تجميع كل اسطوانتين في راس واحده. يعني هنا هيد راس واحده بتحط فيها اسطوانتين، هنا اربعه، ليه؟ قال انا عندي اتنين هيد، اتنين واتنين، هنا ستة. طبعا لما بيكون عندي ست اسطوانات بيبقى تلاتة شغالين سحب وتلاتة شغالين طرد، تلاتة سحب وتلاتة. ولا هنا لما يكون عندي اربعة يبقى عندي اتنين بيشتغلوا سحب واتنين بيشتغلوا طرد ويتعكسوا، يعني انا مش شغال سحب بس، لا ده انا بشتغل سحب طرد، بس الاتنين بيبقى عكس بعض، واحد بيسحب وواحد بيطرد وينعكسوا. ايه بقى، انا هنا بتكلم على تاثير حجم الخلوص. ايه حجم الخلوص اللي انا بتكلم عليه؟ دي المسافه اللي موجوده بين البيستون المكبس وسطح الاسطوانه. طبعا انا كل شركات بتحاول تقلل المسافه دي بقدر الامكان، لان المسافه دي لما بتكبر بيزود هنا مركب التبريد الموجود بخار، وبالتالي المكبس لما بيجي يتحرك لاسفل بيزيد حجم مركب التبريد اللي هنا، وبالتالي لما اجي اسحب مركب تبريد من الايفابوريتور بيسحب كميه قليله، وده انا مش عايزه. نتكلم بقى هنا على الايه، ناخد بقى الفيديو بتاع الضغط الترددي. ده البيستون مكبس، عندي هنا ذراع التوصيل، وهنا كرانك شيفت اللي هو عمود المرفق. انا بوريك دلوقتي ايه، بوريك دلوقتي الحركه اللي هتتم ازاي. بص كده، ده اربع مكابس، اتنين بيكون بقى عمليه سحب واتنين بيكون بقى عمليه طرد. هنا بجيب لك بقى بقول لك ايه، عندي هنا ده السكشن فالف صمام السحب، ده ديسشارج فالف اللي هو صمام الطرد. شوف حركه المكبس لما بيجي يطلع لفوق وينزل لتحت، اللو سايد والهاي سايد. اللو سايد اللي هو الضغط المنخفض والضغط العالي، هنا صمامين. تخيل معايا حركه البيستون لما بيجي يتحرك لاسفل، وايه اللي بيخلي الفالف السحب بيفتح. بص كده معايا، هنا انا هنا الضغط عمال يقل في الوقت ده، زي ما اكون بعمل عمليه شفط بريشر ريديوس، الضغط عمال يقل خالص معايا. واحد بيكلمني على اللودر، حاضر، ده موجوده في الضوابط، هشرحها لك اخر حاجه. دي طبعا ما دام احنا في محاضره ضوابط هنشتغل عليها، اللودر ما فيش مشكله، وانا مش عامله في البرزنتيشن بس انا ما فيش مشكله عندي اشرحه له. انا وانا شغال ببقى مش متابع الشات قوي، معلش.
بنبص كده مع بعض كده سحب، ففتح بقى في السحب معايا. دي حركة المكبس أثناء شوط السحب لما المكبس نزل لأسفل. هتتعكس الدورة دلوقتي والمكبس بقى هيطلع لفوق. ايه اللي هيحصل؟ هيزود الضغط. انا شوف اللون بقى احمر ازاي، خلاص زود هنا ايه بريشر انكريز، الضغط هنا زاد جدا. ايه اللي هيحصل؟ غصب عنه هيفتح لي هنا بل في الطرد ويقفل لي ويحكمه لي بل في السحب. بص كده معايا، خرج مركب التبريد لخط الديسشارج طبعا الى الكوندنسر، وهكذا تتم الدورة كل شوية، ينزل يسحب بيتم فتح بلف السحب، يطلع لفوق بريشر انكريزد، خط السحب خط الطاقة. طبعا الضغط اللي قدامي ده كان ضغط من النوع اللي هو محكم او نصف مفتوح. بص مع بعض بقى، انا عندي هنا اتنين بيست، عندي هنا شوف الحركة بتاعت الميكانيزم بتاعت عمود الكرنك يخلي لي واحد يطلع لفوق واحد ينزل لتحت، اسحب واطرد، الاثنين بيسحبوا والاثنين بيطردوا، بس واحد بيكون في الحاله دي وواحد بيكون في الحاله دي، واحد بسحب وواحد بطرد وبدله مع بعض. هنا طبعا الى الكوندنسر، وهنا جاي من الايفابوريتور. طبعا ده عندي المحرك، طبعا كده لو احنا بنقول ده محرك نوعه ايه، دوت طبعا ده محكم الغلق، الاثنين موجودين مع بعض في مكان واحد. كده احنا خلصنا، ناخد بقى خلصنا الضغط الترددي، نخش على الضوابط الدورانية. هدرس أول واحد اللي هو الضغط الروتري. إيه الضغط الدوراني؟ هو من أصناف ضوابط الإزاحة الموجبة، بتنشأ هذه الإزاحة نتيجة حركة دورانية وليس حركة ترددية كما هي موجودة في الضوابط الترددية. بيتم تقسيمهم لنوعين، في واحد ضغط دوراني بريشة واحدة، وفي ضغط دوراني متعدد الريش. طيب نيجي بقى، طب اديني بقى عرفني كده على الضغط. الكمبرسور هنا بيتكون من اسطوانة خارجية جواها اسطوانة داخلية لا مركزية. في الاسطوانة الخارجية عندي فيه فتحتين، واحدة ساكشن وواحدة ديستشارج، واحدة سحب وواحدة طرد. باخد الحركة اوصلها بالاسطوانة اللامركزية، وهوريك الحركة دلوقتي. بدخل هنا مركب التبريد من الفتحة دي ويبدأ يدخل هنا في الايه في المحيط ده، تبدا دي تتحرك وتلف حوالين الاسطوانه لحد ما تجيب ده مركب التبريد ده كله اللي هي سحبته وتطلعه من الفتحه دي، وهوريها لك دلوقتي. طب بالنسبه دي اللي هو بريشه واحده، طب متعدد الريش، نبص مع بعض بقى الفرق بين ده وده. اللي ده هنا اربع ريش، اللي بيحصل بسحب هنا مركب التبريد بينحصر بين الريشتين دول بقوم ساحب، يجي بعد كده اقوم مدخل مركب تبريد بين الريشتين دول واسحب، وهكذا لحد الاربع ايه ريش. طب اللي انا سحبته هنا ده هياخد دورانه 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 ويقوم طرده من الدي ست شارج، درجه هنا طرده هنا من الايه خط الايه الطرد. دي الضغط الروتري، وده تعتبر اقلهم في الاحجام، يعني ده بيستخدم في الوحدات لوحدات تبريد لحد 3 طن تبريد، وده يعتبر هو زي ما بقول لك كده اقلهم. الضغط التردد الريسبروكيتنج كومبريسر اللي احنا لسه دارسينه بيشتغل في وحدات لحد 50 طن تبريد. ناخد بعد كده، عايز بقى ايه ممكن توريني الحركه، يعني انا شفت الروتري كده بس انا عايز اتخيله. نبص مع بعض، شفت الاسطوانه اللامركزيه اللي جوه، في اسطوانه هي ثابته اللي هي الخارجيه، في صمام السحب صمام الطرد. انا بسحب من هنا باخد مركب التبريد بين الاسطوانتين دول وبقوم مطلعه من هنا. انا ده صمام
الطرد. الناس متخيلة الوضع بتاع الحركة جوه الروتري كومبريسور؟ ساكشن بورد ديس تشارج بورد. خلي بالك علم الناس علمك وتعلم علم غيرك هتكون أتقنت علمك. خلي بالك منين الحتة دي، كلنا بنتعلم من بعض، حاول تستفيد من كل حد عشان تقدر تتقن مادة علمية محترمة. شايفين الحركة مع بعض؟ هنا اللون ده لما بيتغير ده هنا عملية الطرد اهي. كده عملت عملية الطرد، هبدأ أسحب تاني بقى كمية وهكذا. بص بقى على عندك الضغط أهو، ضغط الروتري، وهنا الأكوموليتور اللي هو المجمع. طبعا ده شرحته في فيديو بس هبقى ليه شرح تاني برضه هنشرحه. بسحب وبطرد مركب التبريد من فوق. بص الحركة مع بعض، الأسطوانة اللامركزية وصلت لها الحركة دورانية، بيتحرك هو حركة دورانية. أبدأ عملية، أنا كده بسحب أهو، اسحب بخار مركب تبريد، هبتدي اعمل له عمليه انضغاط. بعد كده اطلع مركب تبريد بضغط عالي ودرجه حراره عاليه. وقلنا الروتري من اصغر القدرات الموجوده في الكمبريسورز. شايف انا كده بسحب من الاكوميليتور، طبعا انا حاطط الاكوميليتور عشان لو في اي سائل جاي من الايفابوريتور ما تدخلوش على الكمبرسر على طول. انا بسحب منه بخار مركب التبريد وبسحب منه الزيت، لو الدايره فيها زيت بقوم سحبه. اما لو في اي نسبه من السائل طبعا بحاول ان انا ابخرها عشان اسحب بخار بس. وطبعا الاكوميليتور ليه شغل معانا لما يجي وقته ان شاء الله. المهم انا سحبت من السكشن، رفعت ضغطه، بعد كده طردت مركب التبريد. ده احنا كده خلصنا الروتري. نيجي ناخد بقى السكرول. سكرول كومبرسور هي الضوابط الحلزونيه. الضوابط الحلزونيه دي موجوده لحد في وحدات لحد 20 طن تبريد. طيب عباره عن ايه؟ الضغط الحلزوني عباره عن جزئين، جزء ثابت، الاثنين واخدين شكل الحلزوني ده، هو مسمى الضغط اللي هو السكرول او الحلزوني بسبب الشكل اللي هو فيه. اثنين حلزوني والاثنين بيلفوا جوا بعض، بس واحد ثابت والثاني بيتحرك. باخد مركب التبريد بدخله من فتحه من هنا وبطلعه من النص. هوريها لك دلوقتي. خد بص نشوف الفيديو ده بقى يوضح لك الوضع تماما. ادي الضغط السكرول حلزوني، ونبص مع بعض بقى على الشكل. خدت الحركه دورانيه من المحرك، ده طبعا ضغط محكم الغلق، المحرك بيبقى تحت والحركه بتتم فوق. نبص مع بعض، الحركه هي دورانيه بس بالميكانيزم الموجود هنا بيخلي لي العضو اللي هو المتحرك بيتحرك حركه لا مركزيه داخل الجزء الثابت. شايفين الحركه دي؟ نبص مع بعض بقى لما الاثنين يركبوا مع بعض. بسحب مركب التبريد في الخلوص اللي بين الاثنين، وابدا ان انا اقلص حجمه او اقلل حجمه، وبالتالي ازود ضغطه واطلعه من الفتحه اللي هي ايه؟ في النص. بص كده انا بسحب مركب التبريد، بسحب هنا اللون الاحمر ده اللي هو اسحب منه لخط الطرد.
اهو بين بقى السحب والطرد، جزء الكهرباء تحت، عندي هنا زيت الضغط، جزء الكهربي اللي هو يعتبر الموتور بيطلع للحركة حركة دائرية. نشوف دي بقى الحركة اللي مركزية بتخلي لي جزئين يتحركوا جوه بعض. هنا بطلع ديسشارج بورت اللي هو خط الطرد. شوف الشكل من جوه عامل ازاي. طبعا دي بقى الفيديو ده مش احنا اللي بنعمله، الفيديو دي الشركات المصنعة للكمبيوتر، كل واحدة كل شركة بتفرد عضلاتها وتطلع فيديو، وافضل فيديوهات بيطلعوها عشان يقول لك تعالى بقى شوف الكمبرسور بتاعي عامل ازاي، شوف الموديل بتاعي انا فيه ايه. وطبعا دي من ضمن الدعايه اللي بتعمل للشركات. شايف الحركه الاثنين جوه بعض، هنا مركب التبريد اللي بيتم الاثنين، انا بقلص من حجمه او بقلل من حجمه، وبالتالي بزود ضغطه وبطلعه من الفتحه اللي هي موجوده في المنتصف. وان الضغط السكرول او الحلزوني موجود لقدرات تصل في وحدات تصل لحد 20 طن تبريد. هنا اللون الازرق اللي هو النورمال بريشر الضغط المتوسط، اللون لما يتقلب احمر ده اللي هو الهاي بريشر. دي اهو الحاجات اللي صفر دي معناها ان هو بخار مركب التبريد، فتحة الدخول فتحة الخروج. انا كده دخلت جوه الضغط من جوه وبشوف الحركة، يعني ده ملخص للدوخة كلها. يعني انت لو جيت في يوم واختلفت او في مشكلة عندك في الحركات، لو انت دخلت على فيديو زي ده تبدأ تشوف الفرق بين الخمس دوات دي وبعضها، خلاص الموضوع انت افتكرت كل حاجة لان انت فاهم كده. الحلزوني تمام، السكرول نخش على السكرو. ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ترسيم لولبين، واحد ميل والتاني فيميل، واحد قائد والتاني منقاد. يعني واحد فيهم بتوصل له الحركة من الجزء الكهربي أو من المحرك، بيدوروا حركة دورانية. ده لما يدور حركة الاتنين دول ماشيين مع بعض في بينهم خلوص، ده لما يجي يدور غصب عنه هيقوم مدور تاني، يبقى واحد ميل والتاني فيميل، واحد قائد والتاني منقاد. وفي هنا هو زي ما اقول لك في خلوص بين الاثنين، وبالتالي لما بيجي يخش مركب التبريد بيخش بين الفتحتين دول، وبالتالي لحد للطرد. وانا هوريك دلوقتي ايه الحركه. الضوابط اللولبيه طبعا دي او السكرو موجود في الوحدات الكبيره، وهندرسك ان شاء الله في التشيلر. ده بيتواجد في الوحدات اللي ممكن توصل ل 400 طن تبريد. طيب ممكن بقى نشوف الفيديو الخاص بالحركة الكمبريسور السكرو. ضغط الحلزون ده مهم جدا وموجود بقدرات كبيره. ده يعتبر بعد الضغط السنترفيوجل كومبريسور او الضغط الطرد المركزي. عندي الجزء الميكانيكي الواحد والجزء الكهرباء الواحد زي ما انت شايف كده. يعني ضغط مفتوح. نفتح بقى الضغط ونبص عليه من جوه ونشوف الترسيم اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، ونشوف حركه مركب التبريد اللي بتتم. انا والرساله دي بس مش عارف اشيلها ازاي. شايفين بقى الحركه، هو واحد بس اللي بيلف بتفهمني، وبالتالي بالحركه بتاعته بيقوم يدور للترس التاني. يعني هي بتوصل للحركه لجزء واحد او الترس واحد وهو بيدور الترس التاني. هنا بسحب مركب التبريد، بسحب طبعا بسحب من الايفابوريتور مركب التبريد بيخش بين الترسين. بص وبالحركه دي بقلل من حجم بتاعه، بزود ضغطه
وعشان كده من ضمن الضوابط ذات الازاحه الايه؟ الموجبه. بقوم مطلعه من فتحه ديسشارج فالف بضغط ايه؟ بضغط عالي زي ما انا شايف كده، هقول لك اللون اهو، بيقول لك اللون الازرق ده لون ضغط بريشر لو، وهنا هاي بريشر اللي هو اللون الاحمر. يعني جايب لك الكمبرسور من جميع الاتجاهات. ده ضغط من نوع المفتوح اوبن كومبريسور، ضغط سكرو، ضغط بالعربي ضغط لولبي، يعني الحركة عشان ما نتلخبطش، في ناس كتير بتتلخبط من السكرو للسكرول، وبالتالي انت لما تكون انت فاهم الحركة خلاص الموضوع صعب ان انت تتلخبط فيه تاني. ناخد بقى اخر حاجه، الضاغط سنترفيوجل كومبريسور او الضاغط الطارد المركزي، ده يعتبر بقى اكبرهم. ليه ده؟ الضواغط بقى المفتوحه، يعني دي ممكن تبتدي من 100 طن تبريد فيما فوق، مع انه ضاغط بسيط جدا. هنشوف مكونات عامله ازاي. احنا قلنا ده الضاغط السنترفيوجل كومبريسور، ده الضاغط الطارد المركزي. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد في رفع ضغط مركب التبريد عن طريق ايه؟ اللي انا اقدر ازود سرعه بخار مركب التبريد، وعشان كده اسمه ضواغط الطارده المركزيه. طب بيتركب من ايه؟ اول حاجه عندي هنا بيتركب من الامبيلر. الامبيلر اللي هو الدافع الدوار او جزء الدوار، طبعا في الاطار الثابت ده اول واحد، بعد كده الامبيلر اللي انا بسحب هنا مركب التبريد، بعد كده عندي هنا الناشر اللي هو الديفيوزر اللي بيتم عمليه السحب، بسحب من هنا وبطلع من الناحيه دي. انا زي ما قلت لك الضغط ده بيسحب بخار مركب التبريد ذو الضغط المنخفض من خلال الشفرات بتاعه اللي احنا قلنا عليها اللي هو الديفيوزر، ومن خلال الحركه بتاعته للبخار بيتم تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه ضغط، وبناء عليه يتم زياده ضغط بخار مركب التبريد وبيجبره على الخروج من الفتحه اللي موجوده فوق دي. طيب زي ما اقول لك تتميز بسرعات دوران عاليه تتراوح من 3000 ل 18000 لفه في الدقيقه. وحدات الساعه بتاعته بتوصل ل 10000 طن تبريد. ده من النوع اللي هو مفتوح في القدرات بصراحه. كفاءته مرتفعة جدا في الأحجام، وكفاءته بتوصل ل 80%. طب ممكن بقى نشوف فيديو ليه عشان توضح الصورة شوية. سنترفيوجال كومبريسور هيفكك لك المسامير دلوقتي ويجيبه لك من جوه شكله عامل ازاي. ادي عندك الامبلر وعندك الديفيوزر، يسحب في خلال المجرى دي ويطلع لك بخار مركب التبريد. طبعا فيديو جميل جدا، بيجيبه لك من جوه. شوف انا بسحب، انا جايب لك النحله هي اللي بتلف، يعني فيديو لذيذ جدا. ركبت لك المسامير، هو ده شكل ضغط السنترفيوجل كومبريسور. شوف بقى التجميع، شوف الصورة وهو بيسحب وعمليه بيطرد، بالرغم من قلة الكومبوننت الموجودة جواه وبساطتها، ان هو بيستخدم في الوحدات اللي هي ذات الساعات الكبيرة جدا، عبارة عن امبلر وديفيوزر. موضوع بسيط، بص كده على حركة لما بيجي يعمل عملية السحب، بسحب وهي
وبطرد بخار مركب تبريد. فيديو لذيذ جدا بيوضح لك فيه السنترفيوجال كومبريسور. انا بالفيديو ده كده انا جبت لك كل الدوائر وبالساعات المختلفة اللي بتستخدمها في وحدات التبريد والتكييف. اتكلمنا وشفنا الحركة بعينينا، هنا عملية السحب وطرد بخار مركب التبريد. زي ما قلت الفيديوهات دي اللي بتعملها شركات المصنعة للكمبروسرات، ده التشيلر دي بعرفك هنا الضغط طرد مركزي. طبعا لما يجي وقت بقى التشيلر ونمسك اجزائه ونمسك بقى المكونات والضغط بيسحب منين وبيطرد منين، ده طبعا هنخش فيه قريب جدا. احنا كده خلاص بدأنا نخلص الاساسيات. هنا ديفيوزر والامبيلر يوديك الأسهم عملية سحب وطرد بخار مركب التبريد. ده هو جايبه لك من صورة التشيلر كمان، ده على عن قرب شوية اهي. سحب، شوف حركة بخار مركب التبريد. الحركة زي ما احنا شايفين. امبلر ديفيوزر فولت. طبعا مكونات بسيطة جدا، هذا شكل الشيلر من بره. زي ما قلت لك ان وحدات الكبيرة خالص بتركب معاها دوت سنتر شغل كومبرسور. طبعا هنيجي ندرس الكلام ده لما نيجي بقى نشتغل على الشيلر وناخد المكونات بيه وناخد الأحجام بتاعته وإمتى أستخدم الضغط السكرو وإمتى أستخدم الضغط سنترفوجل كومبريسور في التشيلر. بوضح لي تاني، هو الحركة سحب بخار مركب تبريد بيرفع ضغطه عن طريق زيادة حركته. وكده نكون خلصنا سنترفيوجل كومبريسور. ايه بقى ده؟ كرانك كيس هيترز، سخان عمود الكرانك. ده معناه ايه؟ في سخان موجود جوه الكمبريسور، ده الكمبريسور درجة حرارة جوه عالية، حاطط سخان ليه؟ لما تكون درجة الحرارة، لو أنا جيت مثلا في وحدة وفصلتها فترة طويلة ودرجة الحرارة الأمبيانت المحيطة بالكمبرسور درجة حرارة منخفضة، ممكن مثلا لو أقل من 6 درجات مئوية، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا عندي جوه الكمبرسور بخار مركب تبريد. لما درجة الحرارة تنخفض إلى حوالين الكمبرسور، وبالتالي اللي ممكن يحصل إيه؟ اللي ممكن يحصل تكثيف للبخار ده، تكثيف للبخار جوه الكمبرسور، وبالتالي تحويل البخار في التبريد بقى، انا كده ببرده في التبريد، هيتحول من بخار لليكويد. عارف يعني ايه ليكويد جوه الايفابوريتور؟ انا اسف، ليكويد جوه الكمبريسور مشكله. يعني الضغط لما يجي يسحب هيسحب سائل. طب الحل بتاعها ايه؟
وطبعا غير بقى الكلام ده كمان، انا عندي في زيت جوه الضغط، الزيت ده ليه درجه لزوجه معينه لدرجه حراره، فانا بانخفاض درجه الحراره فانا بلعب في موضوع اللزوجه، فانا عايز احافظ على درجه حراره. انا بتكلم في الكلام ده لايه؟ الكمبريسور الموجود في درجات حراره او في مكان في امبيان درجه حراره مثلا اقل من 6 درجات مئويه. فالحل في الموضوع ده ان انا بركب سخان عمود الكرنك. بيعمل ايه؟ فتره ان الضغط بيبقى مفصول، السخان ده بيشتغل بيرفع لي درجه الحراره، وبالتالي هيمنع تكثيف بخار مركب التبريد الموجود جوه الكمبريسور. زي ما قلت، الكمبريسور في وقت فصلان الدايره او وقت فصلان الضغط، الكمبريسور موجود جواه فيبر، بخار مركب تبريد، وجواه زيت. لما درجة الحرارة هتنخفض اللي حوالين الأمبيانت أو الأمبيانت اللي حوالين الكمبريسور، درجة الحرارة هتقل، يبقى كده ممكن بخار مركب التبريد اللي موجود جوه الكمبريسور يتحول من فيبر لليكويد، وبالتالي الكمبريسور لما يجي يشتغل يسحب سائل، ودي مشكلة كبيرة جدا بتعمل له مشكلة. زائد إن درجة الحرارة الخاصة باللزوجة بتاعت الزيت هنلعب فيه، فأنا حافظ على اللزوجة وحافظ على البخار. طب هو السؤال هنا، هو ليه الكمبريسور لو سحب سائل مركب تبريد يحصل فيه تلف؟ عايز لو حد الناس اللي معانا عايز إجابة بعد إذنكم. يا جماعة الناس اللي معانا، 3 رافعين ايديهم اهو، محتاجين بقى حد يتكلم. يا نهار اسود يا جماعة، غيره. طيب يا شباب، لا محتاجين حد يسمع، محتاجين نسمع الصوت. السؤال تاني، ليه كومبريسور هو بيسحب غاز وبيطرد غاز؟ ايه المشكلة لو في الغاز اللي بيسحبه ده كان فيه سائل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ثيرمال ستريس، لان السائل ما ينكبس. لا شكرا. معلش تاني كده، صوت مش واضح. الصوت مش واضح، لا، لان السائل ما ينكبس، فاهمني يعني ايه؟ يعني ما يقل حجمه، السائل ما يقل حجمه عكس الغاز، الصوت مش واضح. لأن السائل ثابت، الحجم ماله ثابت عكس الغاز. طب نسمع حد تاني كده. الفالفات تتكسر يا هندسة، حلو قوي، ايه اللي بيخلي الفالف يتكسر؟ اجابتك صح، مظبوط. لأن الفالف مصمم إن هو يسحب، بالذات في الريسبريكيتنج، إن هو يسحب بخار مش يسحب ايوه صح سائل. تمام، بس ايه برضو اللي اللي بيخليه يسحب يتكسر؟ سائل حجم السائل نفسه بيتغير غير حجم البخار. لا ايه يعطيك العافية هندسة. اللي حبيبي، بتغير كثافة الشيء اللي أنا حضغطه، من كثافة السائل لكثافة الغاز بتختلف عندي أنا، فالفالف عندي ما بتغط فبنكسر. لا عايز اجيبها تانية بعد اذنكم، حد تاني يخش يتكلم. دكتور، عشان ظاهرة الكافيتيشن. لا الكافيتيشن بتحصل للبمبات، ما تحصلش للكمبريسور. تمام صح، كمل، عايز حد تاني يجاوب. هو دكتور بسبب ان الكثافه بتاعت السائل عاليه جدا، فالكباس هيفضل يضغط فيها، وهي اصلا السوائل معروف اللي هي ان كومبريسبل، لا الموضوع مش القابله كثافة كده. للضغط، فبالتالي حضرتك شوف يا باشمهندس، الموضوع مش شوف يا كثافة باشمهندس، كده. كده كده هيكون معانا دروبلت، وسرعه دوران الكمبريسر عاليه جدا، بتوصل لحوالي 1400 ار بي ام، فالدروبلت هتبقى عامله زي اللي بيضرب رصاص بالظبط على الامبلر، فبتعمل كافيتيشن في الريش بتاعت الكباسه. يعني ها، حد عنده اجابه تاني؟ انا اقول لك الاجابه بكل بساطه، حد عنده اجابه قبل ما اتكلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اولا يا باشمهندس، الثيرمال ستريس، لان انت دخلت ليكويد فاكيد هيكون بارد. الحاجه الثانيه، الاول كان بيضرب جاز، كان الكباس بيضغط جاز، حاليا هيضغط سائل، فهيكون الماس غير الماس. تمام. اجابتك نصها صح 100%. الكتله،
الكتله، لما يزج كتله هيقدر يدفع كتله بالنسبه للجاز، لكن لما يجي يدفع كتله بالنسبه للليكويد هتكون صعبه وممكن تكسر. بالاضافه انه لو ليكويد هيبقى فيه ثيرمال ستريس. تمام. انا الو، طب نسمع اجابه كمان، الموضوع بسيط بس السلام عليكم يا دكتور. حبيبي اتفضل انا معاك. تحيات الحركة وتحيات الجميع. الله يسلمك. هو حبيبي بالنسبة اللي هيحصل البلوك بتاعة الدخول والخروج هتتلف بسبب ان الدخول بارد مع سخن فهيتأثر. الله ينور عليك، انت منين؟ انا جاوبت صح يعني؟ انت منين؟ بختبر نفسي يعني. انت دارس ايه؟ انا من الفيوم ان شاء الله. معاك يا مهندس اصل صوتك صغير، انت لا في لا سنه كام؟ مهندس، معاك في الكويت. بسم الله ما شاء الله، لا بس صوتك صغير فحسيت ان انت لسه طالب، بس الله ينور عليك. حبيبي بص يا يا جماعه دكتور، طالب معاك برضه يا دكتور، نزداد منك علما يعني. حبيبي، لا احنا بنستفاد من بعض. يا دكتور الله احمد، يعزك يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. حضرتك بالنسبه لاختلاط الفريون والزيت الاثنين لما يكون ليكويد، الكباس نفسه هينطر الزيت كمان اللي في الكباس، والكلام ده طبعا هيأثر على الانجيل الميكانيكي. تمام، في تغييرات هتحصل انا معاك فيها، بس ايه الاساسي بقى اللي يحصل تلف في الكمبريسور؟ بص يا حبيبي، انا دلوقتي الكمبريسور لما بيجي يسحب المركب التبريد من الايفابوريتور بيسحبه بخار، صح كده؟ طب هنقلب بقى الموضوع، ان الايفابوريتور او الكمبريسور لما يجي يسحب هيسحب فيه قطرات سائل. ايه اللي هيحصل؟ مركب تبريد في صورة سائل يعني درجة حرارته منخفضة، يعني انا دخلت مركب تبريد درجة حرارته منخفضة في صورة سائل على ايه؟ على صمام السحب والطرد اللي هم درجة حرارتهم عالية جدا. بل في السحب والطرد عامل زي المواس كده، انت فاهمني؟ شريحة صغيرة جدا. لما اكون في هي درجة حرارتها مرتفعة وادخل عليها سائل درجة حرارته منخفضة بيشبهني بايه؟ لو انا عندي كوباية مية ساقعة جدا وتروح جاي دلق الكوباية وتروح جاي مية سخنة وحاططها في الكوبايه، ايه اللي بيحصل؟ كلنا شفنا الكلام ده في اوقات ما نلاقي الكوبايه طرقعت، انت فاهمني؟ او الكوبايه اتكسرت. ده اللي بيحصل بالظبط، هيحصل كسر في بلوف السحب والطرد، لان انا دخلت مركب تبريد درجه حرارته منخفضه في صوره سائل. عمل لي ايه؟ دخل حاجه درجه حرارتها منخفضه على حاجه درجه حرارتها مرتفعه، عمل لي كسر في البلوف، وبالتالي لما يحصل كسر في بلوف السحب والطرد بيحصل عيب في الضغط اسمه عيب التفويت. هو الضغط عامل ايه؟ البيستون المكبس عمال ينزل ويطلع بس، ولا بيسحب ولا بيطرد، لان البلفين مفتوحين على طول، البلفين مكسورين اكنهم مش موجودين. وبالتالي تيجي تبص على الضغط، تيجي تمسك مثلا، انا عايز اختبر الضغط، احط ايدي على بلف الطرد او صمام الطرد او الوصله الطرد الموجوده في الكمبريسور واشغل الضغط، مفيش، انا ايدي قافله القفله، قافله فتحه دي كويس، ما بيطلعش مركب تبريد، ما بيطلعش انا اسف هواء. ايه ده؟ يا ده معنى ايه؟ اللي هو مش عارف يسحب وبالتالي مش عارف يطرد. ودي طريقه انا بختبر بيها الضغط او اشوف كبسه الضغط. المفروض لما بحط ايدي واقفل بيها الماسوره اللي طالعه من الضغط، الضغط انا ما اقدرش، هي ثواني وبعد كده ما اقدرش الاقي الضغط الكمبريسور اقوى من ايدي، وبالتالي ايدي بشيلها على طول. فده اللي بيحصل عيب تفويت لما بدخل سائل مركب تبريد على الكمبرسور. تطبيقات الضوابط السلايد الجاي ده بقى حلو قوي، يعني انا بجيب لك الخلاصه بتاعه الموضوع كله. باجي اقول لك ايه يعني مثلا قدرات الضغط الروتري، انا اجيب لك بقى ايه الاستخدامات والضوابط والاحمال بيستخدم في دوار تبريد ساعات قد ايه. باجي نوت، احنا زي ما اتكلمنا وقلنا الضغط اقل ضغط موجوده قدرات اللي هو الضغط الروتري موجود في وحدات لحد 3 طن تبريد، يليه الضغط دكتور الديفريكيتنج او الضغط لازم التردد. انا عندي سؤال بس، اتفضل. هو فرق درجات الحرارة ايه بين الليكويد والفيبر؟ فرق يعني درجات اللي اعرفه الحراره، ان اللي خارج من الايفابوريتور بيبقى ساتوريتد فيبر او ساتوريتد ليكويد، ففرق درجات الحرارة بيبقى قد ايه؟ يعني حضرتك بتقول ان الفولف دلوقتي هيحصل فيه كراكس نتيجة ان في ليكويد دخل جوه الكمبريسور. طيب هو فرق درجات الحرارة قد ايه بين الغاز وبين القطرات هو الليكويد
بمعنى اقول لك انا بخار مركب التبريد اللي طالع درجه حرارته عاديه، انت فاهمني؟ لما بيسحب نقطه السائل دي يعني هو لسه محتفظ ببروده، انت فاهم؟ انا مش بتكلم في بروده اللي هي درجه حراره منخفضه قوي، لا الفرق فرق ممكن يكون فرق بسيط، انت فاهمني؟ بس في حاجه مبرده وفي حاجه درجه حراره عاديه، التبريد الفرق البسيط اللي انا بتكلم عليها مش هقدر اقول لك قيمه معينه، انا مش عارف احددها لك القيمه ديت، لا دي تكسر لك بلوف السحب والطرد، هي قادره هي تكسر لك بلوف السحب والطرد. عشان كده لو سحب سائل، وكلنا عارفين الكلام ده، ان لو سحب سائل البلوف ديت هتحصل لها عمليه كسر، كسر ده العيب اللي بيحصل، كسر. امال ايه اللي هيكسر بلوف السحب والطرد؟ اذا دخل عليه سائل بدرجه حراره منخفضه، طبعا تفرق كمان في الكثافه، انت معايا؟ اما بالنسبه للدوات اللي احنا بنتكلم فيها، اقلهم الروتري لحد 3 طن تبريد، اللي بعد كده يليه الضغط الترددي لحد 50 تقريبا، وبعد كده السكرول الحلزوني، بعد كده اخيرا السكرو والسنترفوج الكمبرسور، دول بيستخدموا في الاحمال اللي هي الكبيره، بالذات السنترفوج الكمبرسور ده بقى مفتوح، ده مفتوح في حيث الايه موضوع القدرات. يعني انا بالخلاصه لما اجي بقول لك انا بتكلم على ضغط او بتكلم في ثلاجه منزليه، انا بستخدم فيها لا ضغط لا ترددي، وممكن استخدم فيها الرات الايه الروتري. في مكيف السياره بستخدم الايه الروتري، في الاحمال الكبيره او في المكيفات بستخدم عندي لا الروتري لا بستخدم لا السكرول لا بستخدم ريسبوركيت الكمبرسر اللي هو الضغط الترددي. في الاحمال الكبيره، وده اللي احنا هندرسه مع بعض في شغل التشيلر، وهندرس مع بعض اير كوندشنج سيستم، وهنستخدم نشوف السيستمات كلها وايه الضوابط المستخدمه فيها، هنلاقي ان الاحمال الكبيره او الساعات الكبيره بتستخدم لما ضغط السكرو لما السنترفيوج الكمبرسور. نيجي نتكلم اهو كده، انا انتهيت من السيشن النهارده ان شاء الله. عايز اقول اللي انا بقوله ده مش قران، اللي انا بتكلم فيه مش قران، متاح يبقى فيه نسبه تفاوت. في نقط كتير احنا بنتكلم فيها، لو في نقطه انا بتكلم فيها وحسيت ان انت عندك معلومه وحسيت ان انت عندك معلومه اصح من اللي انا بقولها، لا كلمني، ابعت لي على الخاص ونتكلم في النقطه ديت، ولو انت صح انا هعيد النقطه دي تاني وهتكلم فيها وهبينها للناس. العلم ما بيقفش عند حد، ومفيش حد زي ما بقول لك بيلم الدنيا كلها، كلنا اللي احنا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه مفتوح، التابلو التكييف مجالاته مفتوحه، محدش يقدر يلم الموضوع ده كله. احنا طبعا انا معايا في المحاضره ناس كتير، زي ما قلت كان انا اعرف في ناس دكاتره موجودين فيه، اعرف مهندسين كتير موجودين فيه، اعرف فنيين موجودين، اعرف في طلبه موجودين، احنا كلنا بنكمل بعض. في ناس منكم فنيين عندها معلومات قيمه جدا ممكن تنفعنا، لو في نقطه انا اتكلمت فيها او في ارقام انا كاتبها فيها اختلاف مع سيادتك، او في حاجه انت شفتها اللي هي لا انا عندي الاصح انا عندي كذا، كلمني ندردش في الموضوع والصح نعرضه. زي ما بقول احنا مش بنتكلم في القران، الكلام ده كله بيتعمل له ابديت ويتغير، الشركات كل يوم في ابديت، الشركات كل يوم في جديد، واحنا هنسعى اللي احنا الهدف من الموضوع اللي احنا نطلع ماده علميه محترمه، ما بنضحكش على بعض، ما فيش هدف ورا المحاضرات ديت غير اللي احنا بنوصل المعلومات لبعض. اتمنى استفاد منكم، اتمنى ان انا افيد ناس كتير، اتمنى تكون المحاضرات تعجبكم، اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل وافضل. طب ايه اللي موجود في الفتره الجايه؟ الفتره الجايه انا هتكلم في موضوع مهم جدا، وهي اير كوندشنج سيستم، انظمه تكييف الهواء، هتكلم في الانظمه كلها، هفتح لك الموضوع من اول الويندو لحد كولد وولد تشيلر، هنتكلم في الموضوع ده كلها بالاحمال الحراريه. طبعا في انظمه كتير انا هتكلم عليها من باب العلم اللي انت تعرفه، لان هيبقى فيها كورسات او فيها تبقى فيها محاضرات لوحدها، بس ما معنى المحاضره انا هديها ان انا هلم لك الموضوع كله في فيديو تقدر انت تتفرج عليه، تبقى لامم انظمه التكييف كلها. وبعد كده نبدا نزود، يعني لو في نقطه نبدا نزود فيها، يعني مثلا اجي اقول لك انظمه ايه السي اي في او الفي ار في او الفي ار اف، انا هذكر لك الكلام ده كوت وهشرحه لك بايه
بخلاصه. بس بعد كده في تفاصيل هاجي اقول لك، لا تعالى بقى نشرح لك الاي سي في ده نظام ايه، الفي ار في او الفي ار اف، عارف النظام ده بتاع ايه؟ انا هديك فكره عنه. بس بعد كده لا هنتوسع فيه، نمسكه كده في محاضره لوحدها، اقول لك والله النهارده المحاضره انا هشتغل على ايه؟ السي ار في. انت طبعا عارف يعني ايه سي ار في، انا شرحته في الالزمه، اللي احنا هنمسك من المحاضره الجايه هنمسك اجزاء اجزاء دي نشتغل عليها، وبعد كده نشتغل ديزاين. يعني مثلا نشوف بقى حسب الوقت ممكن نشتغل على الهاب ديزاين والاحمال الحراريه. بعد المحاضره اللي فاتت كان في ناس اتكلمت معايا، وفي واحد بعت لي على الشات من شويه، انا قريتها بيكلمني على على حاجه كده. طب انا كده انتهيت من المحاضره دي. بالنسبه بقى للجزء اللي سالت فيه انا هساله، يعني واحد هو سالني فيه الاسبوع اللي فات وواحد سالني فيه النهارده. انا هكبر لكم الصوره اهي قبل ما اجاوب او قبل ما ادي السؤال. ايه ده؟ فابتدي، معلش انا عايز اسمع منكم بقى، اللي عنده اجابه يا ريت يرفع ايديه ويتجاوب معايا. هو كده وقت المحاضره بتاعنا خلص، انا كنت محدد له ساعه، احنا كده عدينا. بس يعني هناخدها دلوقتي اسئله مع بعض. اخر حاجه، لما دام احنا كنا بنشتغل كومبرسورات النهارده، ده في ناس رفع كتير رفعت ايديها، بسم الله ما شاء الله، ده الموضوع طلع بسيط. لا، ممكن يكون سنسور بيتحكم في الفولفز يا دكتور. لا نشوف حد تاني بعد اذنك يا عم حد تاني يتكلم يا جماعة، احنا عايزين المحاضرة مش في اتجاه واحد، انا عايز برضه استفيد منه. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، اتفضل انا معاك. استاذنك يا دكتور، انا عندي استفسار بسيط او توضيح نقطه للجزئيه اللي هي خاصه ليه الكمبرسور بيدخل، او في حاله وجود ليكويد دخل للكمبرسور بيؤدي الى تلف الكمبرسور. تمام، انا اتفضل عندي يعني طبعا شكرا جدا لحضرتك طبعا على المعلومه، وجزاك الله خير حبيبي، يعني على الماده العلميه. ربنا يخليك، انا اتفضل. هوضح المعلومه ديت يعني او اضيف نقطه يعني بسيطه طبعا عليها. شكرا. قبل ما ادخل فيها واشرحها هتكلم على نقطه بسيطه. لو انا عندي كوبايه فيها ميه، فيها 100 مللي جرام ميه، لو انا عرضتها لحراره الميه ديت من ليكويد لبيبر، السؤال في حاله الليكويد حضراتكم عارفين الحجم بتاعها والسايز بتاعها، في حاله تحويلها من ليكويد لبيبر اتحولت من حاله لحاله تانية، بس في نفس الوقت خدت حيز كبير اكبر من الحيز اللي كانت موجوده فيه في الحاله الاولانيه. اذا عنصر الحاله هو ده مهم جدا في وجود او عمل الكمبرسور، فدي طبعا حاجه طبيعيه. بدليل ان يا فندم اتفضل انا معاك يا حبيبي، اتفضل. تمام. فمرجوعا للنقطه بتاعتنا، انا لو ما اجي اعمل ريكفر للشحنه بتاعت الخاصه باي تشيلر، فببدا اخد من التشيلر بريون باخده بس في حاله ليكويد. طب ليه انا في الحاله دي ما خدتهوش فيبر بان ليكويد؟ الحيز بتاعه او الحجم ليكويد اقل بكتير من الحاله او صوره البيبر في الحيز الكبير. لو انا في الحاله ديت هاخد بيبر هجيب اسطوانات حجمها كبيره جدا عشان اقدر استحمل الكميه الكبيره من الفريون في حاله البيبر. طيب نخش بقى في النقطه بتاعتنا، ايه اللي يحصل لو دخل ليكويد جوه غرف الكمبرسور؟ في الحاله دي لو دخلت نقطه واحده او مجموعه نقاط من الليكويد جوه الغرفه، اول ما تبدا تخش وهي في صوره سائل هتتعرض وتتاثر لدرجه حراره الغرفه من درجه حراره عاليه وضغط عالي، ففجاه بدون اي مقدمات هتتحول من ليكويد لفيبر. من هنا بقى بتحصل مشكله. المشكله اللي هتحصل اللي هي تحولت من ليكويد لفيبر، فالحجم النوعي او الحجم كميه الليكويد اللي دخلت كبرت بكميه كبيره، وفي وجود كومبرسور او بيستن بيضغط، فالحاله دي بيحصل للبيستن بيحصل عليه نوك وبعد كده بيحصل كراك. طب ايه نتيجه الكلام ده؟ ايه؟ حاجه بتضغط في نفس الوقت قدامها كميه من الفيبر مش قادر تخليها تزق، في وجود كرنك بيدور بسرعات كبيره فيحصل كراك لعمود الكرنك. الله ينور عليك.
تمام يا باشمهندس، الله ينور عليك، او البيست اجابه لما نموذجيه. حضراتكم اي حد من البشمهندسين، دي جت ازاي؟ جت نتيجه الرذاذ اللي داخل جوه الكمبرسور، نتيجه الليكويد اللي داخل جوه. فطبعا انا طبعا يعني انا اسف ان انا يعني طولت على حضراتكم، بس يعني حبيت اضيف المعلومه لحضراتكم. الله ينور وطبعا عليك يعني شكرا لطولي. حبيبي، اتفضل. ماشي يا جماعة، ها مين رفع ايديه يتكلم؟ باشمهندس احمد حلاوه اتفضل. اتفضل يا هندسة. طب باشمهندس حسام الفياض، او حسام الفياض اتفضل. الو باشمهندس، انا بس يا كنت هندسة عايز، اتفضل، احنا معاك، اتفضل. انا كنت عايز اسال حاجه بس في المهندس اللي كان لسه عامل كومنت. طيب السنترفيوجال كومبريسور بقى دلوقتي هو ما فيهوش بيستون وما فيهوش فالفز، طب ايه الوضع بتاعه بقى لو دخل فيه ليكويد؟ بص هندسة، سؤال حضرتك ممتاز جدا جدا جدا، وانا للاسف نسيت اقول المعلومة ديت. في الكباسات السنتر بيوجل، لو حضرتك لاحظت الديزاين اللي معمول بيه التشيلر، هتلاقي ان الكمبرسور محطوط في اعلى نقطة في التشيلر، بالاضافة الى ان خط السكشن بتاعه خط كبير جدا، او يعني السايز الماسورة اللي داخلة في خط السكشن حجمها كبير. فحتى في حالة خروج اي ليكويد من الفيبريتور للكمبرسور، مشواره عبال ما يطلع من الفيبريتور حتى ان يصل للكمبرسور، في هتبخر. الفتره دي كلها والقلب الكبير اللي معمول ده لازم يتحول في الحاله ديت الى فيبر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الكباسات دي شغاله بنظريه السنتر فيوبر، توربينه جوه بتلف او ريشه جوه بتلف بسرعات عاليه، فمش هيحصل فيها اي حاجه. حوالين الكباس من جوه، حوالين الكباس من جوه في حاجه زي شافت كده راكبه على الامبلر. الجزء ده وظيفته برضو بيمنع اي حاجه، وطبعا دي مستحيله تحصل، مستحيله تحصل ان الليكويد يوصل للنقطه العاليه قوي دي. نقطه كمان ثالثه، نقطه كمان ثالثه، سحب الكباس السنتر فيوجل بيسحب من اعلى الشيلد، مش بيسحب من منتصف او من اسفل، فبيسحب من اعلى درجه عشان يتاكد هو بيسحب 100% فيبر. نقطه رابعه، جوه الفيبريتور في اليمنت يعني الشبك ده بيمنع اي رذاذ يهرب ويطلع من الفريون في حاله ليكويد عشان يعدي الفيبريتور ويخش على الكمبرسور. فدول من المستحيل ان السنتر فيوجل يحصل فيه ان هو يوصل له في ليكويد. الكلام ده بيحصل في يعني بكثره في الكباسات الترابزيه. أرجو أكون وضحت لك الإجابة. الله ينور عليك باشمهندس سعيد. ألو، عند حد يقدر يتكلم على النقطة اللي احنا حددناها دلوقتي؟ أي هندسة. اتفضل يا حبيبي. الصورة اللي احنا موضحينها ومعلمين عليها، الصورة دي كان شخص صديق. المايك بس بعد إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو، اتفضل يا حبيبي، احنا هو معاك. ممكن اعلق على حكايه ال عامله يا دكتور؟ علق يا حبيبي. استاذن حضرتك في اجابه كان ممكن يكون ما حدش خد باله منها. قانون نيوتن، سميشن يساوي الماس في الاكسلريشن، سميشن الفورس يساوي الماس في الاكسلريشن. بالنسبه لنا للجهات صغيره لا يدخل قطرات، القطره بالنسبه له كبيره، فالماس في الاكسلريشن ادى فورس كبيره على الكباس لما هيضربه. كباس الار بي ام عالي، فالتردد عالي، تتخيل الرصاصه بتخترق الواحد بتموته بسبب كميه الحركه اللي هي خدتها، لان ليها كتله برضه صغيره، لكن نسبيا كتله السائل بالنسبه لكتله الغاز لا كبيره. فسبب صح. تاثير انه ممكن يحصل تلف قانون نيوتن الثاني او الانيرشيا، لو الله نتذكر الاساسيات، الانيرشيا تمام تمام الله ينور عليك. بس صح تمام. بالاضافه للثيرمال ستريس اللي حصل نتيجه اللي. شكرا. احنا تمام، هو صوتك مقطع في الاخر بس اجابتك مظبوطه. ماشي. ما حدش جاوب يا جماعه على السؤال. السؤال بعد اذن حضرتك. الصوره، انت الصوره باينه قدامك؟
طيب الحقيقة هندسة. الحاجات دي كده متصلة في قلب الكباس، يعني الحاجات دي كده متصلة في قلب الكباس. تمام، أعتقد إن بيقيس التمبريتشر مجرد لا 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 ارتفاع لا لا لا، التمبريتشر تمام. المثالي ندخل اللي حد، جوه. ندخل حد هيا معانا كمان. هندسة. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ده عبارة عن ده اتنين سولونويد على الفالف بليت اللي عندي. ده غالبا بيحس بدرجة الحرارة، يعني الكباسات الترددية غالبا بتشتغل عند درجة حرارة عالية وضغط عالي، يعني بتشتغل عند حوالي 115 درجة سيلسيوس. ف الهدف منه ايه؟ يعني ده بيبقى سيستم ديموند كولينج او دي تي سي، ديسشارج تمبريتشر كنترول. كل ما درجه الحراره بتعلى، كل ما انا ببرد الكباس ببرده عن طريق ليكويد، وغالبا هنا بياخد من الريسيفر. يعني لا، طب حد تاني يتكلم؟ مهندس فتحي اتفضل. ده عباره عن سولونايد بان، عباره عن درجه ترددي في مرحلتين، مرحله اولى ومرحله ثانيه، بتفتح عن طريق الترموستات. بتفتح عن طريق الترموستات. هو انا مدي اشاره ترموستات للسولونايد، بيفتح معاه بيديني قوه اقوى في الدفع بتاع الليكويد. طيب تمام، ممكن نسمع حد تاني؟ باشمهندس ديب اتفضل. باشمهندس فتحي تقريبا فتحي معك، اتفضل. خلص كده خلاص. انا باشمهندس. طب نشوف باشمهندس احمد. لا، باشمهندس احمد فتحي. طيب نقول احنا بقى الموضوع ده اسمه اللودر، ده بيتركب على الكمبرسورات السيستمات اللي هي القديمة. الهدف من وجوده، هندسة اتفضل يا حبيبي، حد أمر فحمل يمكن أنا أحمد محمد، المحاولة مع حضرتك. باشمهندس محمد أشرف. طب أحمد سيد محمد، اتفضل يا حبيبي. ده عبارة عن اللودر بيركب على الهيد في الكباسات الترددية. لو عندي مثلا نفس الكفر ده، عندي مثلا 3 هدود، هيد رئيسي وعندي 2 سيرفس، 2 خدمة. في حالة تحقيق درجة الحرارة البرودة، اللودر ده بيقفل على خط السحب، بيطلع لي الهيد ده كامل بره، اكنه شغال بس لا بيسحب ولا بيكبس ولا بيضغط الله بالدايره. ينور عليك، الله ينور عليك، صح. اللودر ده بيتركب على الهيد في الكمبريسور. عندك هنا مثلا 2 هيد او 4 هيد بيتركب عليهم. الهدف منه ايه؟ لو انا حققت درجه الحراره اللي انا عايزها، طب انا دلوقتي انا ده مش انفرتر، ده مش ضغط حديث، انا محتاج ان انا اقلل شغل الضغط ومنها اوفر كهرباء. انا وصلت للدرجه اللي انا عايزها، ده الهيد ده بركب اللودر دوت على الهيد، بيعمل لي ايه؟ طبعا احنا بنتكلم مثلا في 4 هيد، يقوم ايه جاب الهيد الاولاني فتح لي السحب السكشن على الديسكشن، وبالتالي كده انا قللت من شغل الكمبريسور، لان انا عندي الكمبريسور دلوقتي اكن هيد فيه مفوت، يبقى انا كده قللت استهلاك للكهرباء، وبالتالي قللت تبعا للحمل الموجود عندي. انا عندي الحمل بدأ يقل فبطلع الهيد الاولاني، الحمل عندي برضو نفس الكلام بيقل بطلع الهيد التاني. طب العكس بقى، لقيت الحمل عندي بدأ يزيد ومحتاج ان انا احقق درجة حرارة اكتر، محتاج ان انا شغل الكمبرسور اكبر، هم دخل الهيد التالت. وبعد كده هم لسه نفس الكلام، هم دخل الهيد الرابع. يبقى انا كده بشتغل على البارت لود، على الحمل الجزئي. طبعا في السيستم الحديث ما فيهوش الكلام ده، زي ما احنا عارفين السيستمات الحديثة بيبقى عندي انفرتر وبقدر اتحكم في شغل الكمبريسور عن طريق. بالنهارده ان شاء الله احنا كده خلصنا موضوع الكمبريسور. طب ايه البلان الفتره الجايه؟ ان يعني انا كنت عايز اشتغل على خريطه البي اتش ديجرام، يعني انا لو هدي مثال مثلا عليها لحظه كده. خريطة البي اتش ديجرام، بدل ما نجيب مثلا خريطة انا عايز اشتغل عليها، فهدي مثال اعمل لكم انا خريطة على
لو احنا شغالين اكسل، خريطه البي اتش طبعا دي خاصه بالفريونات، عند الفريون 12 فريون 34 فريون 22، لكل فريون ليه الخريطه بتاعته لان خواص الفريونات مختلفه عن بعض. وطبعا زي ما احنا شايفين كده عند الخريطه انا بديك الداتا بتاعتي عباره عن ايه، ضغط عالي وضغط منخفض، ضغط المكثف وضغط المبخر. احنا ممكن نديك الخريطه دي ونصورها ونشتغل عليها، او ممكن نديك الملف الاكسل وتشتغل عليه. يعني مثلا انا هنا حددت ضغط الايه المكثف، هنا حددت ضغط المبخر. زي ما انا بتحرك كده هاجي هنا هنا اطلع من ضغط المبخر لضغط المكثف اثبت الانتروبي، وهبدا هنا ابدا اخد عندي الانصالبي، وبالتالي هقدر احل معادلاتي. فاحنا عايزين نشتغل نعمل ورشه عمل ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربع، ونشتغل على خريطه البي اتش ديجرام، ونبدا نطلع شغل الضغط ونطلع التاثير التبليدي ونطلع معامل اداء لوحده التبريد. فده عايزين نشتغل عليه الاسبوع الجاي، فان شاء الله هحط لك انا ملف الاكسل نشتغل عليه، زائد اللي محتاج الخريطه عندي بي دي اف انا ممكن اديها، ما فيش مشكله. طيب ايه تاني هنشتغل عليه الفتره الجايه؟ هنشتغل ان شاء الله الفتره الجايه تكييف، وهنشتغل على انظمه التكييف المختلفه زي ما قلت كده، من اول الول، من اول عندي تكييف الشباك الويندو لحد ما اوصل لتكييف الشيلد ووتر سيستم، واخد الفرق بين الانظمه دي وبعضها. على الاقل هبقى عارف النظم الموجوده عندي، ولو في اي نظام محتاج شغل هنبتدي نمسكه ونشتغل عليه في محاضره لوحده، وندي كل الديتيلز حواليه. فانا كده ان شاء الله انا خلصت. فلو في اي اسئله، في اي داتا محتاج ان احنا نتواصل مع بعض، الواتس بتاعي موجود معاكم، الفيس موجود، لو في اي حاجه نتواصل، وربنا يكرم ان شاء الله. انا كده انا خلصت.